تستمتع بتخويف الناس، ولكنه لم يستمع إليه وكرر وعاد الخدعة في 3 ليال متواصلة، وفي كل مرة كانوا يذهبون لإنقاذه خوفا عليه وعلى الأغنام، فقرروا واتفقوا أنهم لن يستمعوا إليه مهما صرخ. وفي الليلة التالية كان الراعي غارق في النوم، وفجأة استيقظ على صوت الذئب يهجم على الأغنام، فقام يصرخ ويصيح كما كان يصيح من قبل، لكن ما أحد استجاب للنداء، وقالوا إنه كاذب، لن يقوم بخداعنا هذه المرة، لعله يمل ولا يكررها مرة أخرى. حاول الراعي أن يبعد الذئب وحده، لكنه لم يستطيع. أكل الذئب جميع الأغنام وجلس الراعي الكذاب.